شهر تحقيق الأماني والأحلام لست أبراج، يا بختهم. ما شاء الله، العبقرية ليلى عبد اللطيف تكشف عن البرج الأكثر حظاً خلال الأيام القادمة إن شاء الله. طبعاً أول حاجة ليلى عبد اللطيف قالت إن برج الحوت هيكون أكثر حظاً خلال الأيام اللي جاية، وكمان الأيام اللي جاية مليئة بالبهجة والسعادة والفرح للحوت، وهو الأفضل لمواليد هذا البرج. طبعا هذه الشهور والسنة عموما والشهور اللي احنا فيها حاملة السعادة والبهجة والرضا أيضا لهذا البرج. وكمان في علاقة بتربط الحوت بالدلو، فهنقول ست أبراج اللي هم اللي هتحقق أمانيهم وأحلامهم في شهر يوليو. أول حاجة كلمنا عن الحوت، تاني حاجة هنتكلم عن القوس. القوس في تحديات في بداية شهر يوليو، وده هيجعله يفكر في احتياجاته وإعطاء أفكار عشان يقوي علاقاته الزوجية، وده بيساعده على تقوية الرابطة الزوجية في هذه المراحل. تاني أو تالت برج معانا العذراء، توقعات تشير إن في تحديات هتأتي أيضا في الحياة الزوجية، وأيضا هيبقى عنده مكاسب كبيرة جدا مالية وعلى الصعيد المهني والعملي، وفي تحديات في الحياة الزوجية، فعشان كده لازم يفكر ويتريث. في برج العقرب، هو طبعا هذا الشهر هو الأنسب لبرج العقرب على صعيد العلاقات الزوجية، لأنه بيمر فترة أفضل لحياته الزوجية ويشعر بالارتباط مع الشريك، وأيضا هتحقق كل أمانيه وأهدافه، لكن لازم يركز عليها كويس قوي. برج الجدي، هيتم رؤية التفاهم بينهم بين مولود هذا البرج وبين الشريك، بالإضافة لدعم الطرف الآخر له في كل موقف ليقف خلفه كدرع له. برج الدلو، احنا قلنا فيه رابط بين الحوت والدلو، هيكون مميز هذا الشهر لحياته الزوجية، رغم ذلك فيها هيبقى فيه نوع من المشاكل، عشان كده لازم برضو يفكر كويس قبل ما يتخذ أي قرار، ولازم عينه تبقى على أهدافه المالية عشان إن شاء الله في الشهر ده يحقق ترقية وأهداف مالية جيدة جداً.